الأستاذة هند، وهي مسألة أنه بنيامين نتنياهو طول الوقت بيعمل مليون ألف حساب لمسألة انسحاب سموتريتش وبن غفير من الحكومة علشان مش عاوز يختل توازن الائتلاف الحكومي بتاعه، وبالتالي الحكومة بتاعته تنحل. المعارضة من يمين الوسط تحديدا عرضوا عليه الحل، يعني لو خرجوا احنا داخلين، وده كان جزء مناقشة النهاردة الظهر الحقيقة كنا نتكلم فيها، هي انه هو اصلا بنى كل تاريخه ومجده على انه صهيوني متطرف. انا بظن انه استحالة هيحط ايده في ايد يمين الوسط وهيكمل في اللي بيعمله. في الاطار ده احنا هنعمل ايه؟ انا بس عايز اوضح نقطة، ان فكرة الصاق كل ما يحدث من حكومة الاحتلال بأنها دي حكومة متطرفة ومختلفة عن الشعب الإسرائيلي أو عن الوسط أو عن اليسار، هذا الأمر غير حقيقي بالمرة. وفكرة حتى من يحاول أن يزايد على نتنياهو كلبيد أو غيره بالتصريحات وأن هناك حلول أخرى وأننا هذا الأمر له علاقة بالمصالح الشخصية وأنه يطرح نفسه للولايات المتحدة الأمريكية كبديل في حالة انهيار الحكومة، أما إذا جاء لبيد أو غيره أو أي من هما في على رأس حكومة أخرى سيستمر في الحرب والقتال. لماذا؟ لأنها حرب الدولة العميقة، حرب الحاخامات، حرب دينية لها توقيتات، لها نبوءات، لها تحركات. أتذكر جيدا أن إحنا كان في حلقة بعد أحداث 7 أكتوبر وقلت لك أن الحرب دي هتستمر لسنوات، مش شهر أو اتنين أو ثلاثة، ومش شرط تستمر في قطاع غزة بالمناسبة، ممكن يحيدوا القطاع لفترة وينتقلوا في مكان آخر من البلاد العربية، مش مصر أكيد لأن هم ما يقدروش، أنا بس بوضح عشان ما حدش يفهم غلط. فالفكرة أن هم هؤلاء مزاجية الشعب اليهودي، يعني إحنا محتاجين نقرأ فقه الشريعة اليهودية، شريعة الملك، هتعرف ان كلهم نفس العقلية، هم يعني نظريتهم او عقليتهم قائمة على عبادة الاخر، قتله مش 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 مناقشته، مش مفاوضات معاه، مش تقاسم الحياة، هم قتلة تاريخيا، يعني قتلة الانبياء والابرياء، فهذا الامر يعني مفروغ منه. احنا هنتصرف ازاي؟ احنا كل ما نستطيع ان نفعله ان يعني نستغل التحركات او التغيرات او المستجدات اللي هتاتي في المرحله القادمه، لان العالم مقبل على مرحله مختلفه اكثر صعوبه. اليوم الولايات المتحده الامريكيه بجانب اسرائيل في منطقه الشرق الاوسط، لكن غدا لن تستمر، هناك تحشيد كبير للجبهه الاوكرانيه قد تشتعل بشكل لم يسبق له ان حدث. تايوان قاب قوسين أو أدنى، الانتخابات الأمريكية في حالة أن تم إخراج دونالد ترامب من السباق قد تحدث حرب داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستترك إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط وتتخلى عنها، إلا إذا جاءت بريطانيا لتحميها، وهنا نقطة أخرى وحماية تاريخية طبعا هي اللي حطتها طبعا. فهي الفكرة أن أمريكا لن تستمر، فالأمر محتاج طول نفس. هتقول لي إحنا كل يوم في شهداء في فلسطين، ضريبتهم، قضيتهم، وهم عندهم عطاء لأرضهم وقضيتهم تاريخي، أنت تقدر تحاول تضغط بكل ما تملك، لكن فكرة الهدنة، يا ريت في هدنة، بس في نقطة، أكبر ملف يعني أو أكبر ورقة بتضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من الداخل هي ورقة الأسرة. فلما أجي أسلم لك الأسرة وأوحد لك الصف الداخلي وخليك بقى تختار بعد كده هتبدأ من سوريا ولا من لبنان ولا من قطاع غزة، أنا كمواطن فلسطيني استفدت إيه؟ هتقتلني النهاردة فأنت أجلت لي القتل من النهاردة لبعد 40 يوم. لازم يكون في هدنة ضمن صفقة الوقف دائم لإطلاق النار، لكن أنت بتديني يعني 40 يوم حياة في مقابل أن أنا أفرج لك عن الأسرة، دي صفقة غير عادلة، لن تؤثر. التقاط الأنفاس، أي التقاط أنفاس؟ من الضامن أن بعد خروج هؤلاء الأسرة إسرائيل لن تعود في قتل الشعب الفلسطيني واستمرار الإبادة الجماعية؟ كما ذكرت لك إسرائيل تريد الهدنة الآن لبدء الحرب في لبنان، وهي مقتنعة بأن ذلك يعطي شرعية لحربها على اعتبار أن حزب الله في لبنان محور إيران، وبالتالي يعطي الديمقراطيين متنفس ويسيطر على حركة الجماعات، أصبحت الحرب ليس ضد الفلسطينيين ولكن إيران النووية إله الشر في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هي
يعني حركة هروب للأمام بالضبط. وبالتالي ولذلك أنا ذكرت من البداية ما يحدث ما بين بايدن ونتنياهو هو تبادل أدوار، ليس إلا في النهاية عندهم أهداف استراتيجية تدمير كل الدول الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وليس قطاع غزة فقط، لخلق ما يطلق عليه الشرق الأوسط الجديد اللي يسمح بإعادة الوصاية والسيطرة الأمريكية البريطانية الكاملة على هذه المنطقة، وبالتالي يقضي على كل النفوذ الذي تم في المنطقة لصالح روسيا والصين في آخر 10 أو 15 عام. نحن لازم نقعد تاني، ده بجد مش هزار، لأن الموضوع مهم وعاوز نوسعه أكتر ونشوف يا ترى هل ترى أصداء الدعوة للمؤتمر الدولي اللي طلباه القاهرة هيبقى عامل إزاي، مين اللي هيجي يشارك معانا من الأوروبيين تحديدا، لأنه ده اللي هيدي لي على الأقل أنا كبني آدم مجرد تصور على مين مستعد يخرج بعيدا عن العباءة. بالمناسبة كلهم هيحضروا، وده مش معناه إن هم في دول أوروبية، على فكرة ما هي أسبانيا أوروبية، لكن في دول أوروبية مش هتخرج من الوصاية الأمريكية، ألمانيا بريطانيا ولا ألمانيا وفرنسا لا يعتمد عليها في عهد ماكرون. بس كده هند ختمت الحلقة.